الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله مع هذا المثل من أمثال القرآن العظيم. يقول تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا لها من آية في وصف الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. تلك الصفوة المختارة، الأخيار الأطهار، أبر الأمة قلوبا وأصحها عقولا وأسلمها فطرة. صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا الوحي وعاينوا التنزيل وشهدوا الوقائع، وكانوا مع تلك الأنفاس النبوية نقلوها لنا بإخلاص، فبلغوا الدين وبذلوا الغالي والنفيس ونصروا وصابروا ورابطوا، فرضي الله عنهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، خير الناس قرني. في هذه الآية يضرب الله تعالى مثلا ووصفا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل والتوراة، فأخبر أولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال: محمد رسول الله، مبتدأ وخبر، جملة اسمية تامة. ثم ثنى بالثناء على الصحابة من المهاجرين والأنصار بأكمل الصفات وأجل الأحوال، فقال: والذين معه، مع هذا النبي، أشداء على الكفار ورحماء بينهم، كما قال الله في آية أخرى: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن جادون مجتهدون في عداوة الكفار، ساعون في ذلك بغاية جهدهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن مع إخوانهم المؤمنين رحماء بينهم، متحابون متعاطفون كالجسد الواحد، متراحمون، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. صفة المؤمنين هكذا، هذا مع الخلق بقسميهم، أما مع الخالق فقد قال: تراهم ركعا سجدا، مداومة على الصلاة بركوعها وسجودها، يبتغون مرضات الله ويريدون بعملهم وجه الله ويحتسبون الأجر والمثوبة منه. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، بلوغ مرضات الرب، يبتغون فضل الله وجنته ويريدون رضوانه، ورضوان من الله أكبر. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قد أثرت العبادة في وجوههم حسنا ونورا فاستنارت وجوههم كما استنارت بواطنهم،
وظهر على وجوههم السمت الحسن والخشوع والتواضع. هذا في الدنيا سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور الطاعة والعبادة، وفي الآخرة نور وبياض في الوجوه، والذين ابيضت وجوههم هؤلاء يكونون في رحمة الله. قال عطاء الخراساني رحمه الله: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس، وهذه بشارة، وإن كان المقصود بالآية أصلا الصحابة، لكن ذلك يسري إلى من بعدهم من العباد والمصلين، فتظهر عليهم سيما الطاعة والعبادة، فمن رآهم حسب أنهم يخشون الله، على وجوههم بهاء الطاعة. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير من أصحاب عيسى، وصدقوا في ذلك. طيب، هذا وصف الصحابة في التوراة، إذن الكتب السابقة حوت وصف نبينا صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه، ذلك مثلهم في التوراة. وأما مثلهم في الإنجيل فإنه بمثل عظيم من الأمثال. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أفراخه وفروعه وسيقانه، فآزره أي فأعانته أفراخه وجذوعه في القوة والاستواء، وشدت أزره فنما وطال، ولذلك قال: فاستغلظ قوية وغلظ، فاستوى على سوقه تم وتلاحق نباته وقام على أصوله، فصار من كماله واستوائه وحسنه واعتداله يعجب الزراع. والزراع سمي الزارع زارعا يزرع النبات، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه أيدوه نصروه، فهم معه كالشطئ مع الزرع، فالزرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشطأ أصحابه والمؤمنون. كالزرع في نفع الخلق وفي احتياج الناس إليهم، وهذا الزرع من طبيعته أنه ينمو تدريجيا، وهكذا الصحابة تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا شيئا فشيئا، فقوي إيمانهم وصلب عودهم في الدين واستقامت نفوسهم عليه، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. أنت ترى الشجرة كيف تبدأ، فإذا قامت واستوت كيف تصير؟ والصغير من الصحابة ومن تأخر إسلامه لحق الكبير وتشبه به وأخذ عنه ما فاته. زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، شطأه وفروعه فآزره وعاونه فاستغلظ وصار قويا. إنه مثل عظيم مضروب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ناموا وزكت نفوسهم. قال قتادة رحمه الله: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني هكذا مكتوب في الإنجيل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما آزروه أيدوه نصروه اغتاظ منهم الكفار لما رأوا اجتماعهم
وشدتهم في دينهم. ولذلك قال الله ليغيظ بهم الكفار، بهم بالصحابة في اجتماعهم وقوتهم وتآلفهم وحرصهم على العمل بدينهم. واستنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية تكفير من يبغض الصحابة، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، فكل من غاضه الصحابة فهو كافر. ووافقه جماعة من العلماء على ذلك، وقال رحمه الله من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. يعلق الإمام القرطبي رحمه الله يقول لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. يعني الله اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنت يا أيها الضال لا يعجبك، نصر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنت يا أيها المبتدع تقع فيهم. وكل من وقع في أحد من الصحابة فهو عاص للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، رواه البخاري ومسلم. الصحابة حملة الدين، الأسانيد تنتهي إليهم، إذا حصل الطعن فيهم معناه سقطت المرويات. ولذلك أدرك علماء الحديث مبكرا هذه المؤامرة المجوسية الباطنية للطعن في الصحابة، إن وراءها إسقاط الدين، إسقاط المرويات، إسقاط السنة. فقال أبو زرع الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ يقول أبو زرع رحمه الله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن من؟ القرآن وصلنا عن طريق من؟ السنن الأحاديث وصلتنا عن طريق من؟ السنة شرح القرآن. قال أبو زرعة وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون، يعني هؤلاء الباطنية والزنادقة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. يعني الذين أدوا إلينا القرآن كابن مسعود رضي الله عنه وغيره وزيد بن ثابت والصحابة، والسنة كذلك أبو هريرة وعائشة وابن عمر وفلان وفلان من الصحابة، إذا صار الطعن فيهم تسقط مروياتهم فتسقط السنة. وهم نقت القرآن، فإذا جرحوا وصار الطعن فيهم معناها نقلهم للقرآن غير صحيح وغير دقيق، وهذا خطير جدا. إذن مدرسة الطعن في الصحابة مدرسة مجوسية باطنية في الأصل، وراءها الزنادقة لإسقاط الكتاب والسنة. هذه خلاصة المؤامرة. قال وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى. الله ختم المثل قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ونحن نشهد الله تعالى على حبنا لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ونتقرب إليه بذلك، ونسأله تعالى أن يحشرنا معهم وأن يوفقنا لاقتفاء أثرهم، والحمد لله رب العالمين.